سأستبق سؤالك بالمشهد الذي تم بحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي في قصر الإمامة. ونحن نتابع وصول الآن نتابع وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وأيضا الاستقبال هذا الاستقبال الكبير والضخم لترامب. تفضل دكتور وقاح. أقول أن لغة الجسد أحيانا تعطي إيحاءات أكثر من وأبلغ من الكلام. نحن لاحظنا ارتياح خادم الحرمين لاتجاه المفاوضات ولهذه الزيارة، وبالتالي نحن نتفائل كثيرا. هو وما عبر عنه فخامة الرئيس الأمريكي والوفد الأمريكي اتجاه القيادة السعودية أو اتجاه الشعب السعودي فليس بمستغرب. العلاقة السعودية الأمريكية علاقة تضرب في جذورها بأعماق التاريخ، ولا ننسى كذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وزير التجارة الأمريكي آسف نعم. وزير التجارة الأمريكي قبل قليل عندما قال أنه نعم. لا يمكن لدولة غير السعودية نعم. أشكرك أن تقيم مثل هذه القمة. صحيح، أشكرك دكتور نايف الوقاع رئيس دراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية، كنت معنا من الرياض في هذه التغطية المباشرة. أعود إلى هذه الصور وهذه المشاهد الاحتفالية وأيضا وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بانتظار وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي في العاصمة الرياض. وينضم إلينا من جديد عبر الهاتف من الرياض الزميل حمد المحمود. يعني حمد، تتابع معنا هذه الاحتفالات في استقبال الوفد الأمريكي الرسمي أيضا وانتظار وصول الرئيس الأمريكي، وكنا شهدنا وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. نعم بالفعل نشاهد الآن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي. هذا المركز الذي له بعد تاريخي للمملكة العربية السعودية، وحيث يؤدي الآن الملك سلمان بن عبد العزيز عبر هذه الصور التي تصلنا من هناك من مركز الملك عبد العزيز التاريخي، يؤدي العرضة والرقصة السعودية. عادة مثل هذه الرقصات الاحتفالية تتم في المناسبات السعيدة، وتتم أيضا احتفاء بضيف للبلد. الآن نشاهد أمامنا الملك سلمان بن عبد العزيز يؤدي هذه الرقصة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض، احتفاء وفرحة في ضيف البلد الكبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا نشاهد من خلال هذه الصور التي تصلنا وزير الخارجية السعودية أيضا عادل الجبير من ضمن من يقصون هذه الرقصة السعودية في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. أيضا من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر مركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع لحضور هذه الفعاليات التي تقام، الفعاليات الثقافية في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وأيضا إقامة مأدبة عشاء من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز لضيف البلد الكبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، الذي من المعتاد أن تستضيف الحكومة السعودية ضيوفها في هذا المكان في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، لما له من بعد كبير جدا هذا المكان التاريخي الذي يعني للمملكة العربية السعودية الشيء الكبير. بالتالي مثل هذه الاحتفالات التي تتم في مركز الملك عبد العزيز التاريخي لها دلالات وعمق تاريخي في المملكة العربية السعودية، ودلالة للاحتفاء بضيف البلد الذي يزور المملكة العربية السعودية، وفي مثل هذا اليوم احتفاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما يأتي للمملكة العربية السعودية. أيضا إذا ما علمنا روبير بأن